يعني بهي الحياة الملائكة والشياطين حتى عايشين بيناتنا على طول. كل القصة أنه لازم نميز بيناتهم. هلأ أنا عم أدعي وناطرة خبر حلو من بابا، بتمنى أنتو كمان تدعوا معي. بتشكركم من قلبي. عفواً، بس دقيقة، بما أنه كلنا مجتمعين هون يا جماعة، لازم أنا قدامكم كلكم سلم الأمانة، هيك أحسن. شريك، قرب لعندي شوي بالله. شو رأيك تمد إيدك لو سمحت؟ لا 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 لا، آخر مرة مديت حطيت لي فيها كلبشة. لا لا، مو هيك القصة، اطمن. شو عم تساوي؟ ليك، يعني ما عم قول تستعجلوا، أنت بتحدد التوقيت، بس بيوم من الأيام هاي الأمانة أنت لازم تحطها. وطبعاً هذا المحبس مكانه بإيدك. دقيقة دقيقة، استنى، انتو اتنين ليش ما أخدتوا رأيي؟ بلكي في حدا تاني بدي اياه يحط الساعة والخاتم مثلاً، على القليل اسألني، احتمال ما يكون بدي اياه. متأكدة؟ والله أنا هون بتخلص مهمتي. مبروك، برافو عليكي. إن شاء الله بيرجع كمال بيك بالسلامة. الله يسلمك. إياد، بتمنى إنه بابا يرجع لعنا بخير وسلامة. كمان أنا مستحيل أعيش ولا لحظة من دونك، نحن خلقنا لبعض. بس كمان اللي شو رح نساوي لما يرجع بابا؟ يعني معقول نكمل بهالتمثيلية؟ ما بعرف، بركي وقت هو بيرجع لنا بالسلامة ما يكون في داعي لهالتمثيلية. خلينا نعيش اللحظة وبس. موافقة فوتو؟ إياد، أنت شبك هلأ؟ إياد شو، لا تكون ما عم تسمعني. لك أحكي، شو في؟ متضايق مني؟ زعلان؟ قول يلا. قال إنه هو ما بده يشوفنا سوا. ليش ما خليتني قله يا مجد؟ كان لازم أنا أحكي له كل القصة. خلص شريك، روق شوي، ما فينا نعمل شيء، نحن مضطرين نكمل بتمثيلية الزواج هاي كرمال شغلنا بس، يعني مثل ما عملنا مع عمه كمان. هاي مو مثل هاي ابدا. لا لا، انا راح اتصل فيه وقول له. اياد، مو وقت جنانك هلا. ليك، اذا عرف هلا ما راح يسحب منا المشروع وبس، راح يمحينا من السوق معي كمان. مجد، مو فرقانه معي. شو يعني مو فرقانه معك؟ اهدى. بعدين انا ما عم تعجبني تصرفاتك ابدا، يعني على شوي راح بلش افهمك غلط. انت معقول غيران مني على فتون؟ ليك مجد، يا ريت تفهمني، انا ما عاد بدي لا العب ولا مثل على حدا ولا اهرب من شي، انا بس بدي فتون تكون معي على طول وتكون لإلي، فهمتني هلا؟ انت بتعرف اني وقفت بوش امي كرمالها وخسرتها، وما عاد بدي شي فرقنا بنوب. طيب شريك، مفهوم، بس طول بالك شوي لو سمحت، يعني نحنا بعد كم شهر منقول انه ما اتفقنا وطلقنا وبتتسكر السيرة كلها وخلصنا. أنا مستحيل أتحمل. أنت وياها ما رح تكملوا تمثيلية الزواج هاي. القصة منتهية عندي. إياد، ليك، إياد، إياد، لوين بدك تروح؟ إياد، إياد. شباب، ليش عم تطلع فيني هيك؟ طيب، فهمت، أنت رح تقول شي مو منيح هلأ. رح تقلي ما بقى نشوف بعضنا، ما هيك؟ لو سمحت لكان نزلني بشي مكان قريب وما عاد حاكيك ابدا. فتون، انت يعني معقول جايبني كل هالمسافه بس لتقول؟ خلص، بما انك قلت لي هلا نزلني، برجع لحالي على البيت. كنت جايب هاي حتى غمض لك عيونك، بس رح اسكر تمك فيها.
انت ليش بدك تغمض لي عيوني؟ لك فتون مو على اساس انت بتوثقي فيني؟ طيب نفس الشيء اللي بطلبه منك بدون ما تساليني؟ اي لا والله مو معقول ما اسالك، لاني بعرف لما بيغمضوا عيون البنات بيكونوا بدهم يخطفوهم. اياد هلا انت خاطفني مو هيك؟ اي نعم انت مخطوفه. لوين؟ يعني ليش؟ لك اياد شو عم يصير؟ ولا شيء هلا، بس رح يصير. اياد كون واضح بكلامك، لك حتى شكلك انا كتير حاسسته متغير. كيف يعني متغير؟ ما بعرف، بس نظراتك عم تقول ما في شيء رح يكون مثل قبل بنوب. وهو هيك بالضبط. شو قصدك تقول؟ قصدي اقول انه انت اميرتي. لك انت احلى هديه بحياتي، بتعرفي هذا الشيء؟ اياد عم تحكي وكانه عم تودعني. لتكون خاطفني وبدك تموتني. فتون بالله غمض عيونك هلا لو سمحتي. وكمان انت صرت تحاكيني بطريقه كتير لطيفه، والله صرت تخوفني. شو وصلنا؟ ليش ساويتي هيك؟ فكرت وصلنا. نحن وين؟ ما بعرف، بظن ضعنا فتون، يعني نحن كان لازم نوصل من زمان. عم تضحكي معقول؟ رح تتعطل السيارة بعد شوي ما، وبعدين انت رح تحاول تصلحها بس ما رح تقدر، وانا وقتها رح اتوتر كتير وقلك لا اياد شو بدنا نعمل ونحن لحالنا هون بالغابة، وانت رح تروح بسرعة وتفتح الباجاج اللي ورا ورح تطلع منه شغلة. يا حزرك شو رح تكون هالشغلة؟ وقف، انا رح قلك شو رح يكون. في خيمة اكيد، في شي بحيرة صغيرة هون ما هيك، وفي بطاط عم تسبح على المي مزبوط. بعدين انت رح تقلي فتون لبين ما تتصلح السيارة رح نبقى هون الليلة، وانا رح قلك انه ما في مشكلة ابدا. بعدين بتعتم الدنيا ورح نشعل النار، وانا وقتها رح ابرد كتير، واكيد انت رح تجي تضمني بقوة. رومانسي. العمى يا رب ما كان ناقصني غير تتعطل بالوقت المناسب. ما رح اعذبك، انا رح طلع اغراض التخييم. فتون لك يا ربي لا تنزلي، تعالي. اياد الخيمه معنا هون. فتون السيارة تعطلت مو مزح. ايه صدقتك، السيارة تعطلت. ما تصلحت مزبوط؟ يوه شو بدنا نعمل هلا؟ فتون حاجة تضحكي، كل شيء ماشي عكس المخطط. ماشي عكس المخطط مستحيل، ما فيني صدقك. طيب ليك خلينا نحكي شوي، يعني البحيرة الصغيرة والخيمة والنجوم، أنا هلأ حتى خطرولي، بس أنت أكيد مساوي لي شيء غير هيك تماما. أنت رح تعمل لي مفاجأة، بس يا ترى شو هي مفاجأتك؟ عرفت شو؟ والله عرفت. هلأ رح يجي شي رجال من ضيعة على تراكتور ينقذنا صح؟ لا والله مو تراكتور، طلعت شاحنة صغيرة. شكلك تفاجأت مو هيك؟ أنا ما تفاجأت أبداً، بس يعني أنا لازم أحكي الحق، أنت كتير تعبان على خطتك. قلي هلأ هاي السيارة لوين رح تاخدنا؟ لا تقول أنا عرفت، هالسيارة رح تاخدنا وتروح على شي أوتيل صغير وحلو كتير مو؟ رح أتصل ببتول إلا والله رح تضحك كتير. لا هون ما في تغطية بالمرة. لا لا هيك كتير إياد. ليش معصب ومتضايق؟ لأنه كشفت لك مفاجأتك ما هيك؟ بس إذا بدك بغشم حالي وبتغابة. مالي معصب بنوب. حلو كتير. بدكم مساعدة شي؟ عمي هالسيارة تعطلت، أنت بتفهم فيها شي؟
ايه طبعا بفهم، وعندي ورشه كمان اكيد رح صلحها. تفضل افتح لي الغطاء. عن جد عمو الله بعت لنا اياك من السما. اياد، مو صدفه غريبه انه يطلع العم مصلح وعنده ورشه؟ ليك قولتك رح يقدر يصلحها. ستون هول ما فيني صلحها، لازم أخدها على الورشة وما رح تخلص معي قبل بكرة. طيب في شي مكان قريب منقدر ننام فيه؟ طبعا في أوتيل صغير قريب من هون. عمو ممكن تقلنا شو شكله هالأوتيل؟ أوتيل عادي مثل غيره يعني. إياد هالحكي مو غريب عليك ما؟ كأنه من شوي كنت عم قوله. لك فتون بكفي بقى، هي ما أنا خططي، عم بحكي عن جد. طيب ما رح احكي وانزع المفاجأة تبعك، لا تعصب مني. بس يا عمو احكي شو في؟ بيقولوا انه هالوتيل مسكون لانه قبل 10 سنين في رجال قتلها لحبيبته هنيك، وبعدين قوص حاله وانتحر وتعبت الحيطان دم. ايه كل الاوتيل دم. اياد والله خوفني كتير، ليك بالاوتيل مسك لي ايدي ولا تتركها ابدا ماشي. وما انمحت دم عن الحيطان لمدة اسبوع كامل، مليان دم، كله دم، مليان دم، كله دم. ليه؟ عمو ممثل شاطر كتير، من وين جايبه قلي؟ طيب معلش نطلع بالسيارة لأني مت من البرد، يلا خلونا نروح. يلا طلع له وصلكم على الوتين، وبعدين أنا برجع وباخذ السيارة على الورشة، لا تأكل هم. ماشي عمي بتشكر. يلا وهاد هو الأوتيل. ليك بكرة بخبرك من شان السيارة. طيب عمي شكرا لك. العفو ابني، يلا تصبحوا على خير. فتون لآخر مرة بدي أقول هاي مو مفاجأتي نهائيا. ايه خلص إياد فهمت عليك، بس لا تقلب خلقتك، أنا هلأ صدقتك. عن جد كل شي صار معنا اليوم صدفة عجيبة، بس بتعرف الزلمة كتير شاطر، من وين دبرته؟ وللحظة أنا أشعر بدني من تمثيله. ليك قلي الحقيقة، أنتوا اشتغلتوا على سيناريو محدد ولا كنتوا عم ترتجلوا؟ لك فتون صدقيني أنا مستحيل جيبك على هيك مكان، شبكي؟ ناوي ترعبني؟ لأنه لما أكون خايفة رح ضمك بكل قوتي، وأنت رح تضلك حاضني وتقلي لا تخافي فتون أنا ليكني جنبك، ولما بكون معك ما رح تخافي من أي شيء. أها فتون يعني إذا ما بتخافي ما بتضميني؟ هيك قصدك؟ لا يعني خلصنا، خلينا نفوت لجوا بقى حبيبي، شوقت كتير شوف المكان.
أهلين وسهلين. لا تأخذونا، بس العاصفة قطعت الكهرباء، ولأنه ما في مولدة رح نقعد على العتمة هون. في غرفة فاضية؟ وحدة، ما في غير غرفة فاضية، ما حدا بيقبل ينام فيها أبداً، مع أن أحلى غرفة موجودة عنا. مليانة دم، كلها دم، هي هي؟ ما فهمت. خلاص، حركات أفلام الرعب بعرفها. إياد أنا مبسوطة كتير، عن جد أنا نسيت كل همومي والله. بلا أعطينا المفاتيح لو سمحت. طيب مثل ما بتكون. هذا مفتاح الغرفة، رح أعطيكم شمع كمان. غرفتكم طابق تاني ورقمها هو 13. ما؟ مو صح، رقمها 5. ايه دخيلك، لو رقمها 13 بيكون إلى معنى أحلى، بس مناسب الخمسة ما؟ بتمنى لكم ليلة سعيدة. يلا فوتون امشي بلا ما نزعج العالم أكتر من هيك، روحي. فتون هون كتير عتمة، عطيني ايدك مشان ما توقعي على الدرج. هاتي. ها بلشنا يعني؟ خد مسك ايدي. اياد الشموع بتكون معبية الغرفة ما هيك؟ واكيد في ورد احمر. صح ما فرشت الطريق ورد، بس ما بيهم، مو مشكلة يعني. ديري بالك بلا ما توقعي. لا تخاف يا روحي، ما رح اوقع. با! شو صار لك يا مجنونة؟ عم اتصرف حسب الاجواء. انا بخاف من العتمة كتير، اصحك تبعد عني. صدقيني بقى، مو أنا اللي مساوي هيك، فهمي يعني ما لي علاقة. يلا سكر الباب. طلع فيني إياد، اسمعني منيح، إذا بيطلع لي هلأ شي شغلة تانية تخوفني رح أتركك وأمشي. هالقصة كلياتها ما فاتت مخي، نحن كيف رح ننام هون؟ فهمني. وأخيراً اليوم قلت جملة مفيدة. قفلت الباب ولا لا؟ بقفله، بس تركيني لا أقدر ساوي هيك. انزلي. ماشي، وهي تركتك. حلو، منيح اللي اجت الكهرباء اخيرا. اتطلع ما في شي على الحيطان. شو بده يكون فيه؟ مو في شخصين ماتوا هون؟ اياد الله يوفقك، خلينا نمشي، ما بدي ابقى بهالاوتيل. اياد خلاص يا عمري لا تخافي، رح ضل كل الليل سهران وعم بحرسك فتون.